ابني ما بيقتل وماله هون. فوتوا فتشوا البيت. على شو عم بتدوروا؟ نحن بنعرف انه ماله هون، بس عم ندور على ادله. رح اشتكي عليك للمقدم كمال. المقدم كمال هو اللي بعتنا. سيدي ليه نادر الغرفة؟ لمين؟ ما بعرف، بعمري ما شفته. ابنك نزار امتى طلع من البيت؟ من الصبح. وامتى رجع؟ ما رجع. شو عرفك؟ انت قلتي انك ما كنت هون. ما بعرف بعمري ما شفته. وانت كمان ما شفتيه؟ قولي لابنك اذا شفتيه بس يجي لعند مقدم كمال لانه بدي اياه ضروري. اطلعوا معي. اجيت. اهلين كمان خير. استنوا عطني. اجيت؟ انت ما عرفت عنا شيء؟ عرفت. طب احكي لي شو صار معك؟ عمتي كل اللي بدي ساوي غصبا عني. بترجاكي لا تزعلي مني. ليش شو بدك تعمل؟ بدي فتش البيت. ليش؟ لقينا انور مقتول وعبير هي المتهمه الرئيسيه بقتله. مستحيل. عمتي لا تخافي، ما في شيء، مجرد اشتباه. كمان انت بتعرف انه عبير مو موجوده هون. بعرف، بس لازم نفتش البيت. كمان مو معقول اللي عم تساويه. رجاء لا حدا يتدخل بشغلي ولا حدا يعطلني. كمان انت مو من حقك تفتش البيت، بعدين معك اذن من النيابه. لكن لما خلص تفتيش روح اشتكي علي. انا بمنعك. بالله بدك تمنعني بصفتك شو؟ كمان فتش، اعمل اللي بدك اياه. تحركوا فتشوا، انتوا طلعوا لفوق انت فوت لجوا، بس وينكم؟ ما حدا بيحرك غرض الا بيرجعوا لمحله، ما بتخربوا شيء. ها كمان هلا انت متاكد انه عبير قتلته؟ ما حدا طلع من الصبح يدور عليه مشان يقتله غيره. كمان طول بالك، بجوز نزار. بجوز، بس هي مشتركه معه. هي ممكن يكون غيره. خير شوفي. لك شوفي شو صايركم. لا تخافي، ما في شي. عم يقولوا انه ايه عبير قتلت انور. ولي على قامتي حكي. عم تبكي على انور؟ انا؟ لا، على بنتي اللي ضاعت مني مرة تانية. بنتي ولي على قامتي. سيدي ما لقينا حدا فوق، انتظروني بالسيارة. عمتي اذا حكيت او اتصلت خبريني، لانه لازم اعرف وينها ومن مصلحتها تحكي بسرعه. كمال اذا مسكتها بدك تحبسها. يا ريت تسلم حالها مشان اقدر ساعدها. عمتي انا ما بكره العبير ومستحيل اعمل شيء ضده. أمي نزار هرب. أمي بدهم يمسكوك. بس لا تخافي أمي، أنا ماني عامل شيء. مدام أنا رح شوف هند وكمال وبرجع أطمنك. ارتاحي. تفضلوا سيدي. رفعتوا عنه البصمات؟ نعم سيدي. كم طلقة كان فيه؟ ولا واحدة. طيب تاخذه فورا على المخبر الجنائي، بتخليهم يحللوه وبتشوف لي ايمت اخر مرة استعمل فيها المسدس. شو صار بالجثة؟ سيدي الشباب عملوا لازم ونقلوه على المشرحة، ونزار صار هون. نزار هون؟ نعم سيدي. فوت لي اياه فورا ولاقول لك هات المسدس، خليه معك يفرجينا نزار، واتركونا لحالنا لا تفوتوا حدا لعنا. حاضر سيدي. كل الكلام جاهز يا ابني. حاضر سيدي. تركنا لحالنا.
شرف استاذ نزار. رحنا لعندك على البيت ما لقيناك، وين كنت؟ كنت بالجامعة. من الساعة 5 الصبح بالجامعة، شو شايف الدراسة بمنامك؟ في جنينة صغيرة جنب الجامعة، بحب أدرس فيها قبل ما أبلش المحاضرات. يعطيك العافية، شاطر. أنت بالظاهر رح تكون محامي ناجح جدا. احكي، وين عبيد؟ بالبيت. بيت مين؟ بيت عمتها. نزار، انت من امتى تعرفني؟ انا بعرفك من زمان، ما نحن جيران. وانت بتعرف قديش انا بحب عبير وقديش بريد مصلحتها، صح؟ صح. معناها قلي وين عبير وانا بوعدك اني ساعدك وساعدها. ساعدها؟ ليش شو في؟ لك انا ماني عم جاوبك. لا احكي لي وين لقيتوا انور وكيف قتلتوه؟ مين انور؟ ما بتعرف مين انور؟ ما شوف نزار، انت بتعرف اني انا بقدر ضايقك كثير. انت شاب متعلم وذكي وفهمان وقدامك مستقبل كثير منيح، بقى لا تخليني ضايقك. انا بعرف انك انت بتحبها كثير لعبير مثل اختك، وبعرف انك بتريد تساعدها، بتريد توقف جنبها، وانا مثلك، انا كمان كثير بحبها لعبير وبريد ساعدها ورايي يوقف جنبها. بقى احكي وين عبير؟ وين عبير؟ كل اللي بقدر اقول لك اياه انه عبير ما له علاقه بقتل انور. انت قتلته وبهذا المسدس. هذا المسدس بتعرفه؟ ايه بعرفه، بس هذا المسدس فاضي ما في ولا طلقه. طبعا ما فضيتهم كلهم بانور. قلي لشوف، معك رخصة؟ لا. سعيد! سعيد! سلام يا سيدي. خذ لي على الحجز. حاضر. ليش رح تحجزوني؟ وبأي تهمة؟ حيازة سلاح بدون رخصة. هيك معك حق. بس وقت خليهم يضربوني، ها؟ لأنه ما بعرف شو بعمل. الله يسامحك، ليش نحن بنضرب حدا؟ بس نحن رح نخليك تبق كل شي عندك بدون ضرب. خذوا. حاجة تبكي، إذا قدرت تشوفها قبل ما يمسكوها الشرطة أنا بعرف كيف خلصها. وين بتكون راحت؟ ما إلا غير نزار وهو معه، وين بيكونوا؟ شوفوا رفقاتها المشردين، بجوز تكون معهم. رفقات عبير مالهم مشردين، نزار ورامي طلاب جامعة ومربعين أحسن ترباية. سمعتوا شيء؟ مسكوا نزار، وإذا الشرطة فتشوا البيت والبني إجا نزار مسكوه. وعبير خارج معه؟ لا خالي لا، مسكوه لوحده واخذوه. دخيلك يا ست انت، ابني نزار ما عندي غيره. وما لك وين عبير؟ ما لحقت افهم منه ولا كلمه. انا رايح اشوفه. استنى، لا تخاف، انا محاميه ورح تعرفه بسرعه. امشي بس. لحظه، عن اذنكم رح اتصل بالمحامي يسبقنا لهنيك. قلت لك انه انا محاميه وما بدنا حدا. عفوا، انا رح اتصل فيه مشان شغله ثانيه. محامية؟ عمي؟ عن نزار. ومين موكلك عن نزار؟ أمه وكلتني. يا روحي،
روحي على البيت ديري بالك على الولد روحي. مقدم كمان انا عم احكي معك هلا بصفة رسمية، انت ليش مقفول لنزار وشو تهمته؟ اشتباه. اذا ما في تهمة ما بحق لك توقفه. لا تطمني في تهمة. طيب شو هي؟ التهمة هي حيازة سلاح بدون ترخيص. وقال لك وين عميل؟ لا لحد هلا ما كان يقبل يقول. كمال الله يخليك، لف قضية المسدس هي، حرام على الأقل مشان أمه. أيوه، وبأي صفة حضرتك عم تطلبي مني هلا؟ بصفتك محاميته لنزار ولا بصفتك مرتي؟ بالصفة يلي بدك إياها. تكرم عينك. هلا بس يجي تقرير المخبر، إذا كان المسدس ما له علاقة بالجريمة بخلي سبيله. تفضل. المحامي ماجد الموكل عن نزار. اوف الله يزيد ويبارك، محاميين عن نزار؟ لو كانت عبير موقوفة كم محامي كان اجى معناتها؟ كل محاميين البلد. تفضل استاذ امور، انا تحت تصرفك. ممكن اطلع على الضبط تبع نزار؟ وممكن شوفه واحكي معه؟ استاذ نحن لسه ما عملنا الضبط، بس على كل رح جيب لكم اياه لهون على المكتب تشوفوه تحكوا معه براحتكم. خير شو في؟ سيدي عبد الحميد لهلا ما له اي اثر، ولا دوريه قدرت تعرف عنه شيء. ودياب؟ دياب كمان ما بنعرف عنه شيء، يعني لو بنعرف عنوانه كان بيساعدنا شوي. سيدي انا بقترح انه نفتش بيت عبد الحميد. ماشي ماشي، بنكمل حديثنا بمكتب مازن. بكل الاحوال بعتيني نزار مع شرطي مشان نشوفوه عندي بالمكتب. بدك تشوف نزار؟ خمس دقايق وراجع، رح اشوفه، بس عندي شغلة مهمة كثير. أعطيني المقدم كمال، موجود بغرفة بهاء، بسرعة. قالوا نعم. أنا كمال، مين عم يحكي؟ عم تدوروا على عبد الحميد ودياب؟ إيه نعم، مين عم يحكي؟ دياب عنده منزول بباب شرقي، حارة المجد. بتلاقيه هنيك. إذا ما بتقلي اسمك ما بصدقك، مين عم يحكي؟ أنا الطير. قلي وين عبير؟ ما بعرف. شلون ما بتعرف؟ لحظة لنفهم منه شو التهمة. حيازة مسدس بدون ترخيص وقتل أنوار. ما لي علاقة بقتل أنوار. المسدس مسكوه معك؟ لا مسكوه بالبيت لما فتشوه. أنت كنت بالبيت؟ لا. مين ساكن معك بالبيت؟ أمي وأختي. وين أبوك؟ متوفي من زمان. بتقول هذا المسدس للمرحوم أبوك وما بتعرف عنه شي من زمان؟ لما سألني كمان عن المسدس قلت له إنه إلي. حدا كتب شو قلت؟ كنا لحالنا بالغرفة. لما بيصير التحقيق رسمي بتقول المسدس لأبوك مو لك، فهمت؟ شايف المحامين شو بيعملوا؟ عدو ليش واقفين؟ تعال عرفك شوي. ليش هيك عم تشتم بإيدي؟ تعرف وين عبيد؟ هي بعرف. هي بخير؟ بخير. بدك تقلي وينها؟ لا ما بدك تقول لحدا وين عبير. ابدا. عبير قتلت انور شي؟ لا. انت قتلته؟ ولا انا قتلته. تعرف مين قتله؟ ما بعرف. انت متاكد انك ما رح تقول لحدا وين عبير؟ حتى ولو شنقوني. هيك بدي اياك. خليك رجال.